كريستال صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. دايما انا بننطرك لناخذ منك معلومات، ومعلوماتك اسم الله ما بتخلص ودايما جديده. مثل ما في شيء دارج بالثياب وبالميك اب، كمان في شيء دارج بالاكل والمأكولات. بدك تخبرينا سنه 2020 شو اللي دارج اكثر شيء بالنسبه للمأكولات، او اذا صح التعبير شو تغير بالنسبه للمنتوج الغذائي؟ صح، نحن كل سنه بنحكي عن شيء اسمه فود ترندز، وباول السنه بنطلع وبنشوف شو الاكسبكتيشنز، شو هن التوقعات اللي رح نلاقيها بالسنه الجديده عن الاكل. نعم. عاده بكونوا اوريدي بلشوا انواع معينه من الاكل تدرج، او بنشوف انه اتجاهها صوب انواع معينه، الطلب الكونسيومرز لانواع معينه، وهيدا بتصير تزيد. يعني في قصص بكونوا بلشوا اوريدي وبصيروا يزيدوا ويصيروا دارجين اكثر، وفي قصص بتختفي، بتحسي خلص العالم زهقت منها وبطل بدها منها. سو هن انواع كثيره، بس بالاجمال هن القصص الهيلثي. يعني عم نلاحظ انه العالم اكثر واكثر عم تطلب اكل صحي. نعم. ان كان الدليفري، ان كان الاوردرز بالمطاعم، ومن خلال هيدول الاوردر بيصيروا يعملوا ستاتستيك وبيبين معنا شو هن الفود ترندز. لو سمحتي بقى ننتقل مباشره الى وزيره الطاقه بلجيكي، بنستمع لها. نفط لمثلي اكيد بمدير منشات النفط استاذ سركيس حلاس على كل هالتعب وهالشغل يلي اليوم خلى الدوله اللبنانيه تفوت على قطاع البنزين. اليوم استوردت الدولة أول باخرة بنزين وبلشت تسلم مثل ما شفنا هلا. رح يكون أكبر زبون لمنشآت النفط الجيش اللبناني، ومنفتخر أكيد بهيدا الشيء. ويعني أهم شيء نعرف إنه ما بقى في أزمة بنزين، وهيدا كان الهدف الأساسي، إنه ما نقطع البنزين عن اللبنانيين، وهيدا اللي وصلنا له اليوم. أكيد تاني هدف نفوت الدولة اللبنانية على هيدا القطاع، وكمان هيدا اللي قدرنا نعمله اليوم. هل 150 ألف طن وصلوا كلهم؟ لا، وصلت أول بآخرة يلي هي 32 مليون لتر، يعني تقريباً 24 ألف طن، وأكيد بعدين بيوصلوا البواخر التانية. واليوم مين اللي عم بيجي يعني ياخد هالكميات من البنزين؟ شفنا عدد كبير من الصهاريج، مين اللي عم يجي ياخدها اليوم؟ شركات التوزيع تتعطيونا المحطات، ومثل ما قلت الجيش اللبناني اللي كمان رح يكون من اكبر زبونات منشآت النفط. رح نشوف مناقصات ثانيه، وشو هي الخطوه التاليه اذا بدنا نقول؟ هلا ما في سبق على الوزير الجديد، بس اكيد في خطه حطتها الاستاذ سركيس، ونتمنى انه يكفي فيها الوزير الجديد. شو بتنصحي للوزير الجديد يعمل مناقصات جديده؟ اكيد اكيد، بعد في كثير اشياء بتنعمل، وتتعزز الدوله وتزيد، يعني تزيد من انتاجيه منشات النفط. اكيد يعني بشجعه يكفي بهالخطوه. ما راح يكون في تاثير على السعر ونوعيه البنزين الموجوده بالسوق بهي العمليه؟ النوعيه يعني كلهم بذات المختبرات عم تعمل الاناليز على هالبنزين. السعر خلينا قلنا نحن انه بدنا بس وقت نشوف كيف رح السوق يتعامل مع هالخطوه، وساعتها كمان بعد مره الوزير الجديد بيشوف شو بيعمل بالسعر. في مشاكل مع المحطات والشركات، اصحاب الصهاريج، شركات التوزيع، رح تحليها قبل ما غادر الوزارة؟ انحلت، ما هي بوجودنا اليوم انحلت كل هالمشاكل. انحلت كمان، كله محلول. شكرا لكم. شكرا. يلا يلا. رجعنا لكم أصدقائنا مباشرة على الهواء من بعد ما كلنا بنقل مباشر. عودة لضيفتنا كريستال بدروسيان اختصاصية التغذية. كنا عم نقول نحن وكريستال أنه مثل ما في دارج بالمأكولات باللباس وبالميك أب، كمان في شيء دارج بالمأكولات. رح نتابع حديثنا. شو الشيء جديد كريستال؟ شو هيك قدي نحن تفتحنا على أشياء هيلثي أكثر هيدي السنة؟ واحدة من القصص المهمة هي عن الأولاد.
يعني هيدي الجينيريشن الجديده غير انه الاولاد بتحسيهم منفتحين اكثر وسوفيستيكيتد، رح نشوفها حتى باكلهم. يعني المنيو تبع الاولاد رح نشوفه عم بيتجه اكثر صوب قصص هيلثي. يعني نحن كثير بنشوف تشيكن ناجتس وبرجر وفرنش فرايز، هيدول رح يخفوا، ورح نشوف بالمقابل تشيكن ناجتس مثلا من اورجانيك فود، رح نشوف بدل الفيش فينجرز المقلي رح نشوف صومو معمول على شكل ستيكس. وبهالطريقه بحس انه الاولاد رح يصيروا هيلثي اكثر. يعني هيدي الشغله الفود ترند بتساعد الولد انه نمنعه يصير عنده زياده وزن والمشاكل اللي ممكن تصير بعدين، وبذات الوقت بتفتحه على انه انا ليش بس لما بصير كبير بدي بلش اكل صحي. لا، من هن وصغار رح يبلشوا هالطريقه الجديده من الهيلثي فود تصير موجوده. هيدي الطريقه الصحيه قد مهم نبلشها معهم من بدايه، منذ نعومه اصفارهم، هيك بنقول من أول ما يفتحوا على هالدنيا نبلش نعطيهم غذاء، بس غذاء صحيح ليتعودوا عليه. لأنه أكيد إذا الولد من أول ما يوعى حطيتي قدامه الشوكولا والقطايب ما بيعود يأكل إلا سكر وشوكولا. كيف نحن بدنا نعودهم بأي طريقة كريستال أنه ياخدوا الأشياء الصحي وحسوا أنه طيب حتى لو نحن مش معودين عليه؟ هو الولد حسب شو بتقدمي له، ومنشان هيك هيدي الشغلة أنه لما رح يتقدم لهم لهدول الأولاد أنواع جديدة من الأكل الصحية، مش أنه بس لما بده يفتح المانيو ويقرأ مانيو كيدز وينقي قصص مقلية رح يضلوا عم بيأكل مقلي. صح. بقى كل ما هالمطاعم والمطارح اللي بتقدم الاكل للاولاد رح تصير صحيه اكثر، هالولاد رح يكون قدامهم قصص صحيه، رح يبطلوا هالقد تمتد انه ياكلوا قصص مقليه، وبالتالي انت بتكوني عم بتغيري لهم طريقتهم من دون ما يحسوا او يتضايقوا. فهيدي شغله كثير مهمه بالفود ترندز هالسنه. في عنا قصص للادولتس اوريدي بلشت ورح تضلها مكمله، اللي هي كل انواع الاكل اللي هي منا جايه من اللحمه، يعني من البيف او من التشيكن، رح نتجه صوب النبات اكثر ونكمل. يعني هي بلشت وبدها تكمل، يعني الاكل رح يصير معمول اكثر واكثر من بازيلا، من الحبوب، الفول، الحمص، العدس. نحن عم نشوفها شوي بالتشيبس، بس رح تنتقل اكثر واكثر كبرجر بدل اللحم تصير معموله مثل ما قلنا بازيلا. الباستا رح تكون معموله كمان من انواع جديده غير الصويا، انواع مثل الالموند، مثل الكاشو، مثل البامكن اللقطين. يعني عن جد رح نتجه اكثر واكثر صوب النبات، لانه عم نلاحظ الاشخاص عم بيصير معهم كوليسترول وامراض بالقلب. اكيد كريستال، بس كمان في مشكله يلي بيشتغلوا دائما برات بيتهم، اوقات ما فيهم يعملوا الا الفاست فود، فقد ايه في اكل جاهز وسريع بياخذوه وبيمشوا او بيجيبوه معهم او بيعملوا دليفري لانه ما عندهم وقت يطبخوا، بيكونوا باعمالهم. هالنوع من الناس او من الاشخاص كيف فينا كمان نبلش نفوتهم بالترند الصحي اذا صح التعبير؟ هيدي شغله كمان زايده هيدي السنه، اوريدي بلشت وعم بتكمل. نحن بنعرف انه كثير الاشخاص الكل نساء ورجالا عم يشتغلوا، ما في وقت، العالم يعني ما عم بتلحق تحضر اكل او تروح على السوبر ماركت وتجيب، بدها شيء على السريع. صح. ولانه اكتشفوا انه كل شيء سريع ووقتها درجه الفاست فود منه صحي ابدا، من المقالي والبرجرز والبيتزا، هدول كانوا القصص اللي هن بنسميهم جونك فود وفاست فود. هلا صار في شيء اسمه سنجل يوز، بيكون ريفريجريتد، يعني انت بتقطعي مش بس على المحلات، على السوبر ماركت بتجيبي شو بدك، بتقدري بتاخذيه اون ذا جو، بنسميه جراب اند جو. سو بتقطعي بتاخذي ان كان ساندويشات، سلطه، عندك سناكس اللي هن هيلثي، ان كان الجزر والخيار اوريدي مقطع، ما عندك تتعملي شيء غير تفتحي تاكلي، عندك الفروت سالاد كمان سلطة الفواكه كسناك صحي، منك مضطرة بقى تروحي بس تجيبي الشوكولا انه انا جوعانة وبدي اقطع اشتري شيء من المحل. لا، عندك هالانواع اللي كثير صحية، عندك الحمص مع الجزر، عاملين لك اياه باك، بيكونوا بشكل كثير ظابط من ميل الجزر من ميل الحمص، وبتقدري تعملي تاخدي الدب. فهدول القصص كثير رح يساعدوا الاشخاص اللي بهمها تتبع حمية غذائية صحية، وبذات الوقت ما عندها وقت. حتى البيض رح يصير في عندنا بيض مسلوق محطوط بباك بس هون، يعني بينطرح كمان سؤال كريستال، اول شيء قد ايه نضاف؟ يعني في كتار ناس كثير هيك بيكونوا مثل ما بيقولوا منقنزين على قصه النظافه، قد ايه هالخضره اللي حاطينها هي نظيفه؟ قد ايه هالبيضه بتهدي وقت؟ لان احنا بنعرف مثلا البيض المسلوق ما فيكي تسلقيه وتبيعيكي بعد يومين ثلاثه بتتسممي. صح. فهون قد ايه هول المعايير لازم يتاخذوا بعين الاعتبار؟ اكيد هذا الشيء كثير مهم، والليبل على البرودكت ضروري يكون موجود، يعني ضروري الواحد يعرف اول شيء شو محطوط بالبرودكت،
تنسي في كتير أشخاص عندهم حساسية، يعني إذا عاملين لهم ساندويتش وحاطين كذا شغلة فيها لازم يعرف المستهلك إنه هيدي فيها بيناتس ولا فيها نوع من الحساسية عادة عنا على البيض وعلى أنواع عديدة. دونك الليبل شو محطوط بقلب هالشغلة لازم يكون كتير دقيق، امتين تحضر وامتين الإكسبايري ديت. وحيلا شغلة نحن منشوفها ما عليها لا إكسبايري ديت لا مين محضرها لا اسم لا تليفون ما نشتري صراحة. أنا بنصح كل الأشخاص لأنه في برودكتس بالسوق موجودين ما فيها المعلومات، يعني مفضل ما نشتري شيء لا منعرف من وين لا تليفون في حال صار معنا شيء بدنا نراجع هيدا الشخص اللي حضره أو هيدا الشركة اللي حضرتها. دايما هيدول المعلومات أساسية وبتحمينا. كريستال قدي نحنا مع بداية السنة الجديدة يمكن أول ناس نحنا بنسألك قدي لازم نعمل إفور على حالنا ناكل هيلسي، نعرف شو بدنا نختار من السوبر ماركت، ما نفتحها انه يلا ما عليه باكل وبروح اعمل سبور. ما احنا بنعرف ثلاث ارباع الناس خاصه يلي بيروحوا على الجيم انه يلا ما عليه باكل وبعدين بروح بعمل سبور. شو يعني اذا بدك شو المعطيات يلي لازم ناخذها بعين الاعتبار يلي بتخلينا ما كثير نفلت على الاكل خاصه هلا ما بعد الاعياد؟ يعني اهم شغله نعرف انه هي مش قصه دايت، هي قصه الحياه نحن كيف حابين نعيشها أو منغير كل النمط تبعنا. يعني عم نحكي مش بس شو بدنا ناكل، شو بدنا نشتري من السوبر ماركت مثل ما عم تقولي، شو بدنا نحط بالبيت، شو بدنا نعمل ديليفري. بتعرفي هلأ صار في كتير يعني صار كتير سهل على الواحد هو بالبيت دغري يفتح السيلولار يعمل أوردر. فهون كتير مهم عنده شواء كتير كبير، وكل ما الواحد عنده تشويس كبير كل ما رح يضيع. فهي رح توقف هون شو التشويس تبعنا، نحن شو رح نقرر ناكل، ان كان خلال الابس اللي عم بيوصل دغري الاكل اللي عنا على البيت بشكل سريع، السوبر ماركت مثل ما عم بقول، شو عم نقدم لاولادنا، الرياضه، النمط العيش تبعنا، قد ايه نحن بنعمل فحوصات دم تنتاكد كمان اذا في شيء عنا معين عم يبلش ما يمشي مزبوط تنغير من اكلنا. يعني هو نمط غذائي صحي بس عن جد بالمعنى المزبوط له، مش انه اوكي لايف ستايل. شو اللايف ستايل؟ يعني هدول هن، يعني انا لما بدي اعمل ليست السوبر ماركت اعملها بالبيت قبل ما اروح تما اوصل على السوبر ماركت واخذ كل شيء طالع على بالي بشوفه قدامي وبشهيني. عندنا كمان من عشيه مشكله الجوع يلي الواحد بيكون ماشي بالنهار سافا ماشي حاله عم بياكل الكونتيتي قليله عم بيشرب مي اكثر، بتوصل العشيه بيقولوا ضرب الجوع صح. وممنوع الخبز من عشيه، ممنوع تخفقي من عشيه، ممنوع الشوكولا من عشيه، لان هيدا كله بيبقى بجسمك. طيب هون شو الحل اللي معلش رح احكيها مثل ما هي، اللي قرف من ستيك ومن السمك المشوي ومن الدجاج المشوي؟ طيب شو الحل؟ والسلاد ما بتشبع كتير، يعني انت بتعرفي اوقات جات سلاد بتاكليه كان ما اكلتي شيء صح، خاصة هلأ شوي برد فبركة السلطة نحن منبعد عنها أكتر، لازم نتجه صوب الخضرة المسلوقة أو المنشوية تتحسسنا أنه بتدفى أكتر. أكيد الشوربة كتير مهمة هلأ بتساعدنا بذات الوقت انه نطفى، بذات الوقت بتعبي لنا البطن تبعنا قبل ما نبلش ناكل. بس قد ايه فينا ناكل سوب؟ طالما نحن عم نعملها هيلثي مش عملتيها مع كريم، فيك تشربي منها قد ما بدك، طالما هي تشيكن براث اللي هي ماشي بتكون كلير بس بتشبعك. يعني على القليله اذا بلشت فيها بما انه ما في وجود كثير للسلطه هلا، على القليله بيكون ريبليسمنت. بس اهم شيء نعرف مودريشن، يعني انا مش ضروري كل يوم احرم حالي من الخبز. مثلا اذا اليوم اكل ساندويتش وبكره كمان اوكي بقطع نهار من دون كاربز، بهالطريقه ما بكون حرمت حالي كثير، بس بذات الوقت عودت جسمي انه على التغيير وعلى تخفيف النشويات بالليل. في شوربة العدس، في شوربة الدجاج، وفي سوبات يلي بتجيبيها خالصة من السوبر ماركت. كيف بتقيمي كل نوع سوب؟ أهم شيء بالشوربة نشوف شغلتين، الملح اللي بقلبه، لأنه أغلب الأوقات هن كتير ملحين هدول الشوربات، ومننصح كل شخص عنده مشاكل بالضغط أو عم بلش يطلع ضغطه أنه ضروري ينتبه عليهم. هيدي هي السئيل والفرق بين أنت تحضري الشوربة بالبيت أو شريتيها خالصة، والكالوريز أو الدهون بدنا نقول، لأنه في أنواع الشوربة هي منا كلير بتكون كلها فيها كريم سو مبينه مثل المشروم والاسبرغس، هدول كثير فيهم كريم. فنحن فينا نقرا المعلومات الغذائيه، نطلع على اثنين نوع من الشوربه، هي بتكون من زيت البراند بس كفليفر ديفرنت، نطلع عليهم بنلاحظ وبنشوف كثير هي نطلع فات من قرنون والصوديوم، هدول الشغلتين كثير مهمين نشوفهم بالشوربه. طيب بس السوب المنزليه كمان يمكن تحطي لها ملح؟
صح، بس انه يمكن ما بيكون فيها كرام، ما رح وما رح تكون هالقد قد ما هن عم بحطوا يعني. انت بتحطي بركي شويه بالطنجره كلها، بس هي لا بتحسي بالفرق بالطعم اصلا، تكون ساطره كثير مالحه. كريستال، شوربه العدس كتار بياخذوها بهيدا الوقت خاصه برد، وبحسوها بهيك بتشبع شوي، بتنصح كونها فيها كمان كميه من العدس؟ يعني انت بس تحطي عم تاكلي سوب، ما عم تاخدي بس الليكيد، عم تاخدي كمان حبوب العدس، بنصحه؟ لا، شوربه العدس كثير صحيه، خاصه الاشخاص اللي بيعملها بلا رز، لانه في بعض الاشخاص بحطوها مع رز، فانا بشدد لما بدهم يشربوا شوربه العدس، هي ما فيها شيء، كلها فيها عدس، مي، بصل، وشوية هيدول البهارات، خلصي. أي مع كروني أو رز بحطو لنتفة؟ ما بننحط إذا ما حطيته لا زيادات عليها جاية من النشويات. هيدي الشوربة كتير صحية، بتشبع وكتير فيها ألياف، فهي كتير منيحة لأنه بتساعدنا على أنه ما يكون عنا إمساك، خاصة اللي بيطحن العدسات وبيترك العدسات فيها، مش انه بخليها يروحوا القشر تبع العدس. طيب ما هي زيت اذا اكلتيها كمان مع الحبه، ما هي الحبه بيكون بعد فيها القشر؟ صح، ما هيك ولا ضروري تنطحن؟ لا لا، فيكي تطحنيها، بس مهم تتركي القشره تبع العدس معها، يعني فينا نعملها ميكسينج بس نترك القشره، نرجع نزيد القشره عليها. كريستال، كيف هيك الواحد بده يأقلم حاله على ريجيم اليمونتير معين؟ ونحن بنعرف قد ايه صعبه، لانه يلي فايت مزبوط بالرجيم وبدو يخسر وزن وبيكون كتير ناصح، عن جد كتير صعبة. يعني نحن منقولها من برا، منقول ايه صعبة بس مش دقيقنا. لما بتكوني مثلا 100 كيلو بيطلبوا منك تقيمي 25 كيلو، يعني كتير صعبة. كيف نحن بدنا نأقلم حالنا على رجيم أليمونتير معين بيفيدنا وبيفيد صحتنا وبيخلينا نعيش حياة صحية؟ هلا أكيد إذا في حوالينا أشخاص عم بيساعدونا، هيدا الشغلة بتصير كتير أهين على الشخص. يعني غير ما يكون واحد بالبيت عم يجرب يتبع حمية غذائية والبقية كله عم بيجيب حلويات وبيأكل قدامه مقالة، هيدا كتير صعبة، ما رح يتأقلم الشخص. فالتأقلم بيكون لما في عنا سبورت سيستم، فيه يكون أصحاب، فيه يكون الأهل بالبيت، فيه يكون دايتيشن، في أشخاص يعني حتى يعني ما بيكونوا بلبنان مثلا بتابعوا معنا على التليفون. هالطريقة بتساعد الشخص أنه يتابع أنه في حدا، في مرجعية، في حدا عم بينتبه معنا. مرات الرفيق لقلنا لا ليش عم تاكلي، أو يلا خلينا نروح نعمل سبار، منشجع. والشخص يعني الإنسان ما فيه يعيش هيك لحاله، بده تشجيع من الآخر. هذه شغلة كتير مهمة. وفي شغله كمان بنصح الاشخاص يستعملوا الفود دايري، يعني مرات نحن ما بننتبه شو بناكل، بس اذا بنكتب انا شو اكلت من على بكره العشيه، عم بلاحظ انه انا عم باكل كثير نهار لنهار، بصير الواحد تلقائيا عم بخفف الاكل اللي عم بياكله. او مرات فيه الواحد يحس حاله عم بياكل شيء صحي بس كميه كبيره، مثلا هذه كثير بتصير بالبينات باتر، في كثير اشخاص بحبوا زبده الفستق وبياكلوا كثير منها، بس هي صحيه مزبوط، بس الكثره بدها تزيد الكالوريز وبده يخلي الواحد انه ما عود يضعف. مزبوط انه هي شيء كثير صحي ودهون جيده، بس على الكميه لما بيكسير يكتب هو شو عم بياكل كل يوم، بحس في هيدي الشغله مع انها صحيه بس كثيره بتخلينا ننصح. فالفود دايري كثير مهم، بخلي الواحد يستي اون تراك وبذات الوقت ينتبه على القصص اللي مش كثير ظابطه معه. شو بعد في شيء هيك دايرج هلا بسنه 2020 انتم كاختصاصيي تغذيه عم بتركزوا عليه بالنسبه للاكل؟ هلا بما انه كنا عم نحكي هلا عن البينات باتر او زبدة الفستق، كتير دارجة وهي اوريدي بلشت لها الترند من قبل، بس هلا رح تصير اكثر. مش بس زبده الفستق، رح يصير عندنا انواع زبده ثانيه مثل زبده اللوز وزبده الكاشو وزبده الحبوب، سو رح ينحطوا بمرطبين، مرات رح يكونوا هوم ميد واصلا عم نشوفها اوريدي بالسوق. رح تصير اكثر اكثر موجوده، حتى تبع الطحينه، حتى تبع البامكن، يعني بيعملوا زبده من حيلا نوع ناتس عم تنحط هلا اكثر واكثر بالبرودكت. هو شيء كثير صحي، كثير كثير صحي، بس انتبه من الكميه. كمان حتى الصحي اذا اخذنا منه كثير بدنا. في بعد ترند وحده بعد معنا وقت؟ اي اي اوكي. في عنا الطحين، يعني نحن هلا الاشخاص عم بيزيحوا من طحين القمح وعم بيروحوا اكثر صوب الجلوتين فري، ولكن هلا اكثر واكثر رح يصير في وجود للفواكه والخضره الطحين منهم، يعني البنانا رح يصير في منها طحين، القرنبيط رح يصير في منه طحين، سو انت فيكي تطبخي فيه، فيكي تعملي عجينه البيتزا فيها، وهيدا بتساعد الاشخاص اللي اوريدي رح يعملوا دايت لو ان كارب. فاذا هيدي الطحينه جايه من القرنبيط يعني ما فيها كثير كاربز،
فرح تساعد الاشخاص بس ما بتغير الطعمه. يعني عم تاكلي مثلا تنقول لنقول منقوشة زعتر، مع انه هي اكيد ممنوعه بالدايت، بس لنعتبر طعمتها قرنبيط او طعمتها بنان، اكيد رح تتغير كثير الطعمه علينا. اكيد، بس مثل ما نحن تعودنا على قصص معينه واكثر واكثر، يعني من قبل كنا ناكل بس خبز ابيض صح، وكنا معودين عليه وطعمته بتجنن. اجى الاسمر نص العالم قرفت منه وشو هيدا الشيء، بعدين اكثر اكثر صاروا يتعودوا، صاروا يشتغلوا عليهم كمان، يلعبوا على الطعمات تيطلعوا برودكت صحي بس طيب. فبحس هيك رح تبلش انه يجوا هالطعمه، بس رح يشتغلوا عليها اكثر واكثر تتصير طيبه 100%، خاصه بهيدا الفصل بالتحديد. كريستال، العالم ما كثير بتعود تشرب مي، يعني يلي كان ياخذ لتر بالنهار بينزل للنص، لتر ونص بصير لتر، لانه طبعا برد وجليد مش حنحمل كل شوي القنينه واشرب صح. بس في تعويض، او هل ممكن يكون في تعويض من خلال الزهورات او مثلا من خلال اليانسون او الشاي؟ في كتار ببدلوا المي بسموه بالعامية سخن، نحن بنقول لك كل هولي سخن، بفيد هيدا الموضوع اذا ما حطينا سكر صح. كأن انا وحده منهم يعني المي بالشتاء بحسها بارده بتزعجني وطعمتها مش طيبه ابدا، فدائما بخلي حدي او يانسون او بيبونج. اهم شيء ننتبه انه ما يكون فيه كافيين، إذا نحن حابين ننتبه على الكافيين، أنت ما نقضيها شاي شاي، يعني نحن فينا نتجه صوب الزهورات بنسميها herbal infusions اللي هي ما فيها كافيين، فينا نشرب منهم قد ما بدنا على شرط ما نزيد سكر. هلا اليانسون طعمته أوريدي شوي فيها سكر، فبساعد غير أنواع تانية من البركة السخن اللي بيكون مر، يعني أنت الشاي إذا كثير سوتيه وما حطيتي له سكر رايح يمرمر. طيب عسل، فينا نحط عسل ولا بده ينصحنا؟ العسل كمان يعني شوية مثل السكر، أكيد عنده فوائد شوي أحسن من السكر، بس بالنهاية هو كالوري وهذا نوع من الشوغر الناتشرال، فينا نحط مرة. بس إذا أنت متكلة وعم بتركزي كل الشرب تبعك خلال النهار على هدول الزهورات رح تكتر صراحة، آخر شي رح تشربي مي وسكر شي رح تنصحي 5 كيلو كريستال. إذا حطينا، هو لازم دايما نراعي أو ناخد بعين الاعتبار الدوز قد ايه بنحط؟ إذا ربع ملعقة نص ملعقة مش كارثة، لماجي كبير زهورات مثلا مش كارثة، بس اجان حسب قد ايه انت رح تشربي، يعني اذا بدك تشربي 8 كبايات من هالزهورات يعني ما فيكي. لا بس 8 تو ماتش، ما حدا رح يشرب 8. هلا هو 8 كبايات مي، بدك تشربي كبايتين على بكره، وحده الظهر وحده بعد، يعني عن جد اذا انت منك قادره تشربي مي وبدك تشربي ينسون او بيبونج او زهورات بدك تعدي 8، لانه انت لازم تشربي 8 كبايات مي للاسف. نعم، خاصه بالشتاء. يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار كل هالامور يا كريستال، لنبلش بسنه صحيه قد ما فينا، ناخذ اكل صحي لان هيدا عم بينعكس على مسيرتنا وعلى صحتنا وعلى حياتنا ككل. انا بدي اشكر وجودك معنا كريستال بيدروسيان، اختصاصيه التغذيه، وان شاء الله هابي نيو يير، يعني ان شاء الله هالسنه كمان بتكون خير عليكي ان شاء الله. ثانك يو، يا اهلا وسهلا.